الدقيقتان الاخيرتان على نهايه المباراه. هوندا في تنفيذ هذه الركنيه، الكره تأبى ان تتوقف في مكان في موقع تنفيذها. الميلان العاد في النتيجه، هل سيسجل هدف ثاني بالراس والهدف الثاني جول؟ جول بازينيا فعلها الميلان، هدف ثاني للميلان. كل شيء حدث في اربع دقائق. الميلان في كالياري متفوق في اللحظات الاخيره بهدفين مقابل هدف واحد. لم يكن من المعقول او المقبول ان تنتهي المباراه بهذا الشكل دون ان يفعل شيئا فريق الميلان ويعود في المباراه. بازيني يضيف الهدف الثاني للميلان. كره القدم وسحرها وجمالها ولغزها هو هنا في هذه الكرات وفي هذه اللعبات والركنيات والوضعيات والظروف الصعبه. هوندا الياباني يسجل، الايطالي بازيني بقدم رجله يضيف الهدف الثاني للميلان. هدفان مقابل هدف واحد في ظرف ثلاث دقائق. كان كالياري حاصل على ثلاث نقاط، صار الان حاصل على صفر نقطه، والميلان صارت بحوزته ثلاث نقاط الان. فوز اذا تحقق ساكو